الشباب اللي كنا مشاركين مع السيد الرئيس في المؤتمر اللي اجتمع مع قيادات وشباب من بورسعيد وقيادات تنفيذية وقيادات شعبية. النهاردة اتعرض علينا الإنجازات اللي تمت في بورسعيد واللي جاري تنفيذها. كمان السيد الرئيس أعلن أنه مهتم جدا بالمستشفى الجامعي لبورسعيد وتطوير الجنوب. اتكلم في أكتر من حاجة وكأكتر من مشروع حابب أن يتم على أرض بورسعيد. شفنا اهتمامه جدا بمدينة السلام اللي في شارع بورسعيد وأنه حابب أن التطوير والإنجازات تتم هناك عشان خاطر الناس اللي هتروح تلاقي المرافق وتلاقي كل حاجة محتاجاها هناك. كمان اهتمامه بالتعليم واهتمامه بالصحة وتأكيده على مشروع التأمين الصحي وأنه لازم إن شاء الله يتم الإعلان عنه أو البدء بيه في 30/6. كمان الرئيس قال إن شاء الله هيجي أرض بورسعيد ويشرفها ويتأكد من إن هو كل حاجة هو متفق عليها تمت.